لا تكاد تخلو طريق في منطقة ليس من حفر وتهالك بالبنية التحتية، واقع يعيشه المواطنون بالمنطقة وكل من يمر بها بشكل يومي، مطالبات بتحسين الطرق وإعادة تأهيلها، لكن الواقع يشير إلى عدم وجود أي استجابة تذكر. بدأ إعادة بناء ككل، فيها حفر، فيها يعني خلينا نقول بعض المناطق معدومة من الخدمات، فيها ميول، فيها عدم تصريف للمياه، يعني في بعض المناطق والشوارع فيها انحراف أو ميلان بسقف عالي جدا. بتلاقي الشوارع الفلعية إما محفرة أو إما نتيجة بعد انتهاء صيانة خطوط المي أو خطوط الكهرباء أو خطوط التليفون، بصير عندنا عدم إنهاء صحيح للصيانة، مثل إنه بخلوا الطمم مش كامل 100% أو بتم الطم باستخدام تراب أحمر، والتراب الأحمر لا يصلح، يعني أنت شارع مزفت تستخدم تراب أحمر ليش؟ بالنسبة للطرق الفرعية في منطقة العيس معدومة نهائيا، حفر ومطبات، ولكن بعض سلطة المياه بتحفر وما بترجع الطريق زي ما بيروح، ونفس الشيء الاتصالات، فالطرق معدومة زمان ما اشتغلوها. بلدية الطفيلة الكبرى أكدت أنها بصدد إعادة تأهيل الطرق بالمنطقة خلال الأيام القادمة، وأنها قامت بتعبيد وصيانة طرق مختلفة بالمكان نفسه، مؤكدة على أن العيس تشهد عمرانا نشطا مما يؤدي إلى فتح طرق جديدة ويشكل عبئا إضافيا على موازنة البلدية. احنا في بلدية الطفيلة الكبرى العام الماضي طرحنا عطاء خلطة ساخنة، وكان يعني حصة الأسد هي في منطقة العيس، انهينا بعض المناطق بأكملها كمنطقة الزريقيات، في بعض المناطق شبكناها بطرق رئيسية يعني زي نقاط وصل. الآن لما شفنا أنه الوضع لا يزال أنه في هناك بعض الخلل في بعض المناطق كمنطقة المية ومنطقة الحوز اللي احنا بالقرب منها، فحولنا حوالي 200,000، كنا نهدف من 200,000 نسوي محطة رفع نفايات، لكن وجدنا أنه الآن الوضع أنه بيستدعي منا أنه نعالج موضوع الطرق في منطقة العيس. الآن راح يكون في عطاء آخر ب200,000 حتى نعالج بعض الشوارع الموجودة في مناطق الطفيلة المختلفة. تجد بعضا من الطرق لا يمكنك حتى السير عليها، لتبقى رهينة للوعود وللموازنات وللدراسات. أيمن الفقراء، تلفزيون الأردني، محافظة الطفيلة.